بسم الله الرحمن الرحيم محاضرة في مادة المحاسبة الإدارية للمستوى الثاني برنامج الماجستير المهني كلية تجارة جامعة بورسعيد إيه كنا انتهينا في المحاضرات السابقة من دور المحاسب الإداري في اتخاذ القرارات اشتغل النهاردة تحليل المالي للقوائم المالية أهداف المحاضرة بعد الانتهاء من المحاضرة تكون قادرا على تحديد الآتي: تطور التحليل المالي، مفهوم التحليل المالي، الأطراف المهتمة بالتحليل المالي، أهمية التحليل المالي، أهداف التحليل المالي، خطوات التحليل المالي، أنواع التحليل المالي، حدود الاستفادة من التحليل المالي، أساليب التحليل المالي التحليل الأفقي والتحليل الرأسي لبنود القوائم المالية تحقيقًا لأهداف المحاضرة، يتم تقسيمها إلى الآتي: أولًا، مدخل نظري ويتناول: تطور التحليل المالي، مفهوم التحليل المالي، الأطراف المهتمة بالتحليل المالي، أهمية التحليل المالي، اهداف التحليل المالي خطوات التحليل المالي انواع التحليل المالي حدود الاستفاده من التحليل المالي ثانيا او القسم الثاني اساليب التحليل المالي هنتكلم على التحليل الافقي او تحليل الاتجاه هنتكلم عن المقصود ومثال وعيوب الاستخدام والنقطه الثانيه في الاساليب التحليل الراسي برضه هنتكلم عن المقصود ومثال وعيوب الاستخدام، تظهر القوائم المالية المركز المالي للمنشأة في نقطة معينة من الزمن، وكذلك نتائج عملياتها خلال فترة زمنية سابقة، ومع ذلك نجد أن القيمة الحقيقية لهذه القوائم تكمن في أنها تتيح لمستخدمي هذه القوائم الوقوف. على مستقبل المنشاه فيما يتعلق بالعائد على الاستثمار والتوزيعات والمخاطر المتعلقه بالتدفقات النقديه يهدف التحليل المالي بشكل اساسي الى تقييم اداء الوحده الاقتصاديه من نقاط مختلفه بما يتناسب مع اهداف مستخدمي المعلومات بحيث يظهر نقاط القوة والضعف للوحدة الاقتصادية من خلال مزاولتها لنشاطها الاقتصادي وتساعدهم تساعد مستخدمي القوائم أو المعلومات المالية بتاعتنا في ترشيد قراراتهم المتعلقة بالوحدة الاقتصادية تطور التحليل المالي ممكن ناخده في نقاط مع بداية القرن العشرين وانتشار الشركات المساهمة وبما فرضته من انفصال الملكية عن الإدارة، كان التركيز على تحليل قائمة المركز المالي، وبالأخص مصادر التمويل طويلة الأجل. في عام 1906، أوصى رجال البنوك المعروف المعروفون على ضرورة تحليل البيانات المالية تحليل شامل من قبل المسؤولين، عند منح التسهيلات الائتمانيه وذلك عن طريق الدراسه والمقارنه بحيث يسمح ذلك بمعرفه نقاط الضعف والقوه في تلك البيانات وبداوا يفكرون في اي البيانات ينبغي مقارنتها في عام 1908 تم اعتماد القياس الكمي بواسطه النسب الماليه الفتره من 1929 1933 ودي فترة الكساد العالمي نجم عنها إفلاس كثير من الشركات، وهذا تطلب دراسة السيولة والربحية للشركات. بعد الحرب العالمية الثانية وارتفاع الأسعار وانتشار ظاهرة التضخم المالي، تطلب الأمر دراسة تأثير ذلك على قائمة المركز المالي. وحاليًا يُنظر للتحليل المالي نظرة شاملة. لا يركز على قائمة معينة. يعني التحليل المالي بيشمل كل القوايم بتاعتنا، قايمة المركز المالي، قايمة الدخل، قايمة التدفقات النقدية، خاصة مع استخدام الأساليب الكمية والحاسب الآلي في التحليل المالي. مفهوم التحليل المالي عرفه أحد الكتاب بان التحليل المالي من اهم الادوات التي يمكن ان تستخدمها المشروعات للحكم على مدى نجاح او فشل سياستها كما يعتمد التحليل المالي على مدى تطور الظاهره محل الدراسه وذلك اما في شكل راسي بمقارنه النسب الماليه لنفس المتغير على مدى سلسله زمنيه أو في شكل أفقي بمقارنة المتغير بمثيله في نفس النقطة الزمنية لمشروعات أخرى مماثلة. ويرى كاتب آخر أن التحليل المالي يعتمد على الأساليب الرياضية والإحصائية في إبراز العلاقة بين بنود القوائم المالية ومدى التغير الذي طرأ عليها من اجل تقييم اعمال المشروع عن الفتره الماضيه لاتخاذها كاساس للتخطيط وتحديد المشكلات المختلفه والحلول المقترحه لها وتهتم الاداره باجراء التحليل المالي لتقييم اداء الاقسام والفروع وتحديد نسب التمويل والعائد والتعرف على المقدره الماليه للمشروع على اداء التزاماته المختلفه الأطراف المهتمة بالتحليل المالي. يحاول التحليل المالي أن يغطي اهتمامات عدة فئات. أولاً، إدارة المنشأة. تركز إدارة المنشأة على تعرف الإدارة العليا على مدى كفاءة الإدارات التنفيذية في أداء وظائفها. النقطة الثانية تقييم الأداء لكل من الإدارات والأقسام والأفراد والسياسات الإدارية النقطة الثالثة المساعدة في التخطيط الطرف الثاني أصحاب المنشأة يركز أصحاب المنشأة على تحليل هيكل التمويل النقطة الثانية الربحية والعائد على الأموال المستثمرة النقطة الثالثة قدرة المنشأة على توفير السيولة لدفع توزيعات الأرباح المستحقة لهم النقطة الرابعة قدرة المنشأة على سداد التزاماتها الجارية بانتظام طرف الثالث الدائنون يفرق الدائنون عند التحليل المالي بين الديون طويلة الأجل والديون قصيرة الأجل بالنسبة للديون طويلة الأجل يهتموا بضمان استرداد أموالهم وفوائدها؛ لذلك يركزوا عند التحليل المالي على معرفة القيم الحقيقية للأصول الثابتة ومستوى الربحية. ده بالنسبة للدائنون، بالنسبة للديون طويلة الأجل. بالنسبة للديون قصيرة الأجل، فيهتموا بضمان تحصيل مبلغ الدين في تاريخ استحقاقه. لذلك يركز عند التحليل المالي على تحليل رأس المال العامل والمركز النقدي والسيولة بالمنشأة من الأطراف المهتمة البنوك تهتم البنوك بمدى قدرة المنشأة على سداد القروض لذلك تعتمد على نتائج التحليل المالي للمنشأة ومدى قدرتها على سداد الديون من الأطراف المهتمة أيضا شركات التأمين تهتم بمدى قدرة المنشأة على الاستمرار في النشاط والنمو وسداد الأقساط لذلك تعتمد على نتائج التحليل المالي المختلفة للمنشأة من الأطراف المهتمون المستثمرون المحتملون يهتموا بإمكانية استثمار أموالهم بالمنشأة لذلك يعتمد على نتائج التحليل المالي المختلفة للمنشأة وهناك جهات أخرى عديدة منها الغرفة التجارية اتحاد الصناعة جهزة التخطيط إلى آخره أهمية التحليل المالي تتمثل أهمية التحليل المالي في تقييم مدى كفاءة الإدارة في استخدام الموارد الخاصة بالمنشأة تقييم مدى كفاءه الاداره في مستويات الارباح المحققه والموزعه تقييم المركز المالي او الوضع المالي للمنشاه لتحديد درجه السيوله واليسر المالي للمنشاه تقييم شامل لنتائج اداء المنشاه مساعدة إدارة المنشأة في التخطيط والتنبؤ من خلال توفير بعض المؤشرات الكمية المختلفة. أهداف التحليل المالي أهم أهداف التحليل المالي كما وضحها أحد الكتاب، واحد: يساهم التحليل المالي في توفير البيانات والمعلومات الضرورية التي تساهم في تحديد كفاءة إدارة المشروع في وضع السياسات الخاصة بالإنتاج والتسويق والتخطيط والرقابة وتقييم الأنشطة الخاصة بالوحدة الاقتصادية. اثنين، تحقيق الكفاءة والفاعلية لإدارة المنظمة وذلك بالنسبة للسياسات الخاصة بالهيكل التمويل ثلاثة، توفير البيانات اللازمه التي تساعد في تحقيق التنبؤ بالاتجاهات المستقبليه وتحقيق الرقابه بالمنظمه 4 اعداد المؤشرات المعياريه التي تعد من المقاييس الهامه في مجال التقييم المالي وتحديد مواطن القوه والضعف بالمنظمه خطوات التحليل المالي يعتمد التحليل المالي على تتبع بنود القوائم الماليه من خلال دراسه المتغيرات عبر الفترات الزمنيه مع اعاده ترتيب البنود الى مجموعات لها دلالات معينه مع تفسيرها وتوصيلها الى الاطراف المهتمه وتتمثل خطوات التحليل المالي في الاتي تحليل ال... واحد تحليل البنود المختلفه وتجميعها حيث يتم تحليل البنود والعناصر الرئيسيه الى مكوناتها الفرعيه فيتم تحليل الاصول مثلا الى اصول ثابته ومتداوله اصول مدينه اخرى ثم يتم تحليل كل عنصر مما سبق الى العناصر المكونه له ويرتبط هذا التحليل للعناصر على اعاده تجميع البنود الفرعيه في مجموعات جديده وفقا لاغراض التحليل المالي المطلوب فيتم تجميع عناصر الأصول مثلا حيث إمكانية تحويلها إلى نقدية لقياس درجة أو معدل السيولة في الأجل القصير تاني خطوة في التحليل المالي تتبع التغيرات التي حدثت للبنود المختلفة يقوم المحلل المالي بتتبع التغيرات في كافة عناصر ومكونات قوائم المالية بصورة إجمالية خلال فترة زمنية معينة مما يساعد في التعرف على الإتجاهات المختلفة للتغيرات الحادثة. الخطوة الثالثة: دراسة كافة الإتجاهات. يقوم المحلل المالي بدراسة الإتجاهات وتحديد كافة المحاور التي تعتمد عليها، وهل في تحسن أم تراجع، وتوضيح أسباب التحسن أو التراجع في بعض البنود. الخطوة الرابعة: تفسير وتقييم الاتجاهات. يقوم المحلل المالي بإجراء المقارنات للنتائج الفعلية بأرقام النتائج أو المعدلات للمنشأة في سنة أخرى. ثم يقوم بإجراء المقارنة بين نتائج المنشأة مع المنشآت الأخرى. ثم يقوم بمقارنة نتائج المنشأة بالمعدلات في الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة. ثم يقوم بتحليل ذلك ووضع تنبؤات مالية معينة يوصي باستخدامها من قبل إدارة المنشأة حتى يحدث تحسن في أوضاعها مستقبلًا. أنواع التحليل المالي: يعتمد نوع التحليل المالي على اهتمامات المستثمرين والمساهمين من جهة وإدارة المنشأة من جهة أخرى. مثلاً: تحليل مالي يرتبط بقياس درجة ربحية المنشأة. تحليل مالي يرتبط بمدى قدرة المنشأة على سداد التزاماتها في الأجل القصير من خلال قياس درجة السيولة. تحليل مالي يتعلق بهيكل رأس المال ومكوناته المختلفة وتكلفة مصادر التمويل الخارجي التي تحتاجها المنشأة. ويمكن أن يقسم التحليل المالي إلى: أولاً: التحليل المالي طبقا للمدى الزمني، في عندي التحليل الأفقي والتحليل الإيه؟ الرأسي، دول إن شاء الله هناخدهم بالتفصيل في الإيه؟ النهارده في المحاضرة، التحليل المالي طبقا لمجالاته. عندي عندي التحليل بهدف الرقابة والتحليل بهدف التنبؤ أو التخطيط والتحليل بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات. تحليل بهدف الرقابة، وهو يتم من أجل تحقيق الرقابة الفعالة من خلال تحليل النتائج المحققة فعليا ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط والوقوف على أسباب الفروق المختلفة لمعالجتها. التحليل بهدف التنبؤ أو التخطيط، وهو يساعد في إجراء عملية التخطيط المنظم للمنشأة، وتستخدم من خلال توفير بيانات تنبؤية عن الأوضاع المستقبلة، مما يساهم في إعداد الخطط على المدى القريب والبعيد. التحليل بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات، يعتمد هذا التحليل على اتخاذ قرارات معينة. من قبل اداره المنشاه سواء خاصه بالتشغيل او التمويل او الاستثمار وكذلك يعتمد على توفير البدائل المختلفه لاتخاذ الاجراءات التصحيحيه المناسبه لاتخاذ قرار سليم حدود الاستفاده من التحليل المالي طبعا هو احنا مش هنستفيد منه يعني بدون حدود يعني هو اكيد له حدود البيانات المحاسبية في عندي بيرجع ده لسببين أو لحاجتين، البيانات المحاسبية اللي إحنا بنحللها أو للتحليل المالي نفسه، يعني البيانات المحاسبية. البيانات المحاسبية بتعتمد المحاسبة المالية على مجموعة من الفروض، منها فرض ثبات القوى الشرائية للنقود. مما ينتج عنه أن قيمة الأصول بقائمة المركز المالي يتم التعبير عنها بقوة شرائية مختلفة عما تكون عليه القيمة الحالية حيث يتم التسجيل بالدفاتر المحاسبية بالتكلفة التاريخية يعني الأصل أنا شرياء من عشر سنين وسجلته بالتكلفة التاريخية لكن هو النهاردة قيمته في السوق هتبقى مختلفة إذا كان بنفس المواصفات يعني ونفس بقى القوى الإنتاجية والكلام ده هو حتى نفس القايمة ممكن أكون شارية أصول في تواريخ مختلفة برضو وأنا مفترض ثبات القوى إلى وهي طبعا مش ثابتة فهنا هيبقى برضو في إيه؟ اختلاف نفس القايمة. بعض عناصر القوائم المالية تخضع للتقدير الشخصي وخاصة عند تحديد المخصصات والاستهلاكات وتقييم المخزون. يبقى النقطة بقى التالتة تطبيق المحاسبون لعدة طرق محاسبية عند إعداد البيانات ينتج عنها تغير النتائج فطرق تسعير المخزون الوارد أولا يصرف أولا وارد أخيرا يصرف أولا متوسط التكلفة تنعكس على بيانات قائمة المركز المالي وقائمة الايه؟ الدخل طبعا لأن المخزون هنا هيظهر عندي مخزون آخر المدة هيظهر عندي في قائمة المركز الايه؟ المالي تمام؟ بعد كده النقطة الثانية يبقى قلنا البيانات المحاسبية الحدود سببها البيانات المحاسبية نفسها يعني قواعد إعدادها والتحليل المالي النقطة الثانية التحليل المالي ذاته باستخدام نتائج نسب مالية لا تعبر عن الواقع يبقى المحلل استخدم نتائج نسب مالية مش معبرة عن الواقع مثل الاعتماد على نسبة التداول عند تحديد قدرة المنشأة على سداد التزاماتها ممكن ونرجع هنا برضو نسبة التداول دي مرتبطة بان انا بجيب الاصول المتداولة على الخصوم الايه المتداولة فبنقول هنا ان لا أنا بيبقى فيه هنا بعد كده زي ما هنشوف دلوقتي نسبة السيولة السريعة وغيره في المحاضرة التالية ان شاء الله اساليب التحليل المالي وتشمل اساليب التحليل المالي التحليل الافقي والرأسي دي رقم واحد، اثنين التحليل باستخدام النسب المالية، ثلاثة تحليل نقطة التعادل، أربعة التحليل المالي بالطرق الرياضية والإحصائية، الارتباط والانحدار، البرمجة الخطية، المصفوفات الرياضية. وستقتصر الدراسة على التحليل الأفقي والرأسي وتحليل النسب المالية. التحليل الأفقي والتحليل الرأسي. التحليل الأفقي. يعتمد التحليل الافقي او تحليل الاتجاهات على مقارنه الارقام الفعليه للقوائم الماليه لفترتين متتاليتين او اكثر لمعرفه التغيرات في كل بند من زياده او نقص وقد تتم هذه المقارنه بصوره تعكس مقدار التغير في صوره قيمه ماليه مطلقه بالجنيه يعني او في صوره نسبه مئويه والفائده الرئيسيه للتحليل الافقي تتمثل في معرفة اتجاه تطور عناصر القوائم المالية بنود القوائم المالية ولذلك يسمى هذا التحليل أيضا بتحليل الاتجاه حيث يتم تحليل الاتجاه باتخاذ إحدى السنوات المالية للمنشأة كسنة أساس تنسب إليها أرقام كافة السنوات الأخرى التالية ويراعى أن سنة الأساس تمثل النشاط الطبيعي للمنشأة، ولم تحدث بها ظروف غير عادية تؤثر على النتائج المحققة. يعني حتى التشغيل عندي بيكون في حدود الطاقة الطبيعية، بتبقى الظروف فيها ظروف كلها طبيعية للتشغيل، وتكون مش كده وبس كمان تكون قريبة زمنيًا من السنوات الأخرى. التي يتم ايه يتم تحليل الاتجاه لسنوات قريبه من بعضها حتى لا تنتج نتائج تحليل مضلله نتيجة التغيرات الاقتصادية يعني لما يكون هنا في سنة الأساس بعيدة هيبقى هنا طبعا أكيد في تغيرات اقتصادية في التباعد الزمني ده هيأثر لي على النتائج بتاعتي وتبقى نتائج مضللة طيب هنتكلم دلوقتي في التحليل الايه في التحليل الأفقي فيما يلي قائمة المركز المالي المقارنة وقائمة الدخل المقارنة لإحدى المنشآت، وتحليلها أفقيًا. يتم التحليل الأفقي زي ما إحنا بنقول أهو، قيمة التغير في البند هيساوي قيمة البند في السنة الحالية ناقص قيمة البند في السنة السابقة. يبقى قيمة التغير في البند هيساوي قيمة البند في السنة الحالية ناقص قيمة البند في السنة السابقة. اتنين نسبة التغير في البند هتساوي. قيمة التغير في البند على قيمة البند في السنة السابقة في مية، نسبة التغير في البند هتساوي قيمة التغير في البند على قيمة البند في السنة السابقة في مية. الحالة اللي في إيدنا قيمة التغير أنا عندي هنا قائمة مالية قائمة مركز مالي مقارنة 2015 و 2016 قيمة التغير في البند هتساوي البند في سنة 2016 ناقص البند في سنة 2015 نسبة التغير اللي هي النسبة المعوية طبعا هتساوي قيمة التغير اللي انا جبته قبل قبل كده على قيمة البند سنة 2015 قائمة المركز المالي 31 12 2016 القيمة بألاف الايه الجنيهات تعال نبص هنا على بند الايه في الاصول المتداولة على بند النقدي بند النقديه كان في 2015 2000 وكان في 2016 5000 لما طرحنا ال 5000 من ال 2000 اداني 3000 ايه ايه ده عباره عن ايه عن الايه الفرق بقيمه طيب ده هنا خد الفرق ده وقسمته على ال 2000 اداني 150 ايه في المئه

310 دي لما انا هنسيبها ل 2040 هتديني 15% في الميه المخزون كان في 2015 5000 في 2016 نقص بقى 4000 يبقى هنا النقص بتاعي 1000 اهو بين قوسين اهو ويبقى هنا ال 1000 ده لما نسبه ليه 5000 هيديني 20 ايه 20% في الميه لما جيت لاجمالي الاصول المتداوله رحت اخده هنا التغير القيمه المطلقه وبنسبها هنا ايه لمجموع الاصول الايه المتداوله اداني 28 وايه ونص في المية. بالنسبة للأراضي، الأراضي ما حصلش فيها تغير خلاص يبقى لا قيمة مطلقة ولا نسبة معوية. بالنسبة للآلات هي كانت 11,000 بقت 12,000 زادت 1000 نسبناها لل 11,000 فده 9%. الأصول الأخرى زادت 5%. تمام. يبقى انا عندي هنا بالنسبه للايه بالنسبه للاصول بتاعتي آه بعد كده لو انا جيت بصيت هلاقي ان اجمالي الاصول بتاعي آه القيمه المطلقه اهي آه انا قسمتها على اجمالي الاصول بتاعتي بتاعه 2015 رحت 30390 اداني 12% بعد كده الالتزامات وحقوق الملكيه نفس الايه؟ نفس القصه نفس القصه لو جيت بصيت مثلا هنا للقروض قصيرة الأجل فالقروض قصيرة الأجل في 2015 كانت في الالتزامات المتداولة 725 فبعد 525 فنقصت 150 وده لما 150 تنسبها ل 725 فده 20 ايه؟ و6 من 10 في المية تمام وهنا عندي الالتزامات المتداولة الزيادة بتاعتها 40 و6 من 10 ايه؟ في المية لما جبنا هنا القيمة المطلقة للزيادات وجمعناها للأصول للالتزامات المتدولة الالتزامات المتداولة وقسمناها على إجمالي الالتزامات المتداولة أهو يبقى قسمت ال 1160 على ال 2855 يداني 40 وستة إيه من عشرة ونفس القصة في الالتزامات طويلة الأجل وكلها حصل فيها زيادة وزادت إجمالي الالتزامات زاد 35.3 من عشرة في المية تمام لو انا جيت بصيت الاسهم الممتازه ما حصلش فيها تغيير زي ما هي الاسهم العاديه زي ما هي يبقى هنا عندي راس المال زي ما هو الارباح المحتجزه 7600 في 2015 بقت 8200 فهنا هي زادت عندي 600 تمام فهنا عندي زادت بنسبه 7.9% تمام بعد كده قائمة الدخل المقارنة في السنة المنتهية في 31/12/2016 بقيمة بال 1000 جنيه. أنا عندي المبيعات بتاعتي في 2015 كانت 2500 بقت في 2016 3000 فهنا في زيادة 500 ودي ال 500 بالنسبة لأن تنسبها لل 2500 تمام؟ آه يبقى عندي هنا زيادة 20% بالنسبة لل تكلفة المبيعات كانت 1400 زادت لأن أنا عندي المبيعات زادت صافي المبيعات زادت 1650 250 زيادة قيمة مطلقة وبتنسبها طلع 17 و8% مجمل الربح زاد 22 و7% لو أنا جيت بصيت لمصروفات التشغيل مصروفات البيعية عندي كانت 510 في 2015 بقت 580 زادت 70 ودي معدلها من 510 ل 13 من في المية والمصروفات الإدارية زادت هي كمان 30 ومعدلها 13 من في المية صافي الدخل بتاعي قبل الضرايب والفوايد زاد 42 ايه في المية تمام صافي الدخل قبل الضرايب تمام ما شلنا هنا المصروفات الفوايد زاد 59% وبعدين هنا شلنا صافي الدخل عموما زاد 58.7 من عشرة. من خلال دراسه جدول التحليل يمكن استنتاج الاتي طبعا هي كل بند من دول انا ماخده احلله يعني ان انا هنا هعدي حاجه موجزه ولما ننزل التحليلات على الجروب الخاص بالماده هننزل الحالات العمليه على الجروب الخاص بالماده هنلاقي فيه في الحالات وفي تحليلات يعني لبنود حسب الايه الحاله اللي قدامنا. بالنسبه لقائمه المركز المالي اللي كنا شغالين فيها هنتكلم هنا على دراسه المركز المالي طويل الاجل. زادت الاستثمارات في الاصول الثابته بنسبه 14% الاستثمارات في الاصول الثابته لو رجعنا الاستثمارات اهي زادت عندي في الاصول الثابتة بنسبة 14 ايه? نسبة 14 في المية. يبقى دي هنا ايه? خطأ مش مقصود نسبة 14 في المية. جميل. تمام? في حين ان انا زادت عندي الارباح المحتجزة بنسبة سبعة عشرة ايه? سبعة من عشرة في المية. ماشي? والمصادر الخارجية طبعا انا هنا مولت المفروض ده من الزياده من خلال المصادر الداخليه بتاعتي اللي هي زياده نسبه الارباح المحتجزه 7.9% ويبقى طبعا هنا اي زياده بعد كده هتبقى من زياده الالتزامات طويله الاجل اللي هي 28.8% وهذا في غير صالح الشركه اذا اعتمدت بشكل اكبر في تمويل الاصول الثابته على مصادر تمويل خارجيه، يعني هي الأصول الثابتة أنتوا عارفين هي بتبقى يعني الأصول الثابتة دي أنا بستفيد من خدماتها لفترة زمنية طويلة، حتى لما ببدأ منشأة ببدأ هنا لو منشأة صناعية بالتحديد، فأنا بجيب رأس المال وببدأ أجيب الآلات بتاعتي، بقي المبنى بتاعي يعني فبيبقى هنا إيه الأصول الثابتة. تمام؟ دراسة المركز المالي قصير الأجل بالنسبة للتحليل بتاعنا. من خلال دراسة الأصول المتداولة والخصوم المتداولة يلاحظ ما يلي: تتجه الأصول المتداولة والخصوم المتداولة للزيادة، إلا أن الخصوم المتداولة تزيد بشكل أسرع، وهذا يدل على انخفاض معدل تغطية كل جنيه خصوم متداولة من الأصول الإيه؟ المتداولة. نشوف الأصول المتداولة والخصوم المتداولة. الأصول المتداولة زادت تمانية وعشرين ونص الالتزامات المتداولة زادت أربعين وستة من عشرة طبعا الأصول المتداولة مفروض إن هي بتغطى يعني عشان زي ما هنشوف بعد كده ببص حتى على تواريخها وأشوف عشان أقدر أسدد استحقاقاتي ولا ما أقدرش أسدد استحقاقاتي وحاجات زي كده تمام فهنا طبعا زادت نسبه قائمه الدخل فطبعا هنا زي ما احنا شرحنا ان ان هنا اتضح ان زياده في الاصول المتداوله قد تمت بالاعتماد على زياده في التمويل الخارجي قصير الاجل ازدادت بنسبه 28% وزادت الخصوم المتداوله بنسبه عشره تمام قائمه الدخل من خلال من خلال دراسه تطور قائمه الدخل يتضح ان المبيعات زادت بنسبه 20% وده احنا قلنا احنا بنعرض بينما زادت نسبة المصاريف الإدارية بنسبة 13.3% وقلناها برضو زادت المصاريف البيعية بنسبة 13.7% ويلاحظ يلاحظ من دراسة تطور المبيعات والمصاريف الإدارية زيادة المبلغين على الرغم من أن المصاريف الإدارية تتصف بالثبات في أغلب عناصرها وهذا يستدعي ضرورة دراسة مكونات المصاريف الإيه؟ كذلك وكذلك الأمر لمصاريف البيع حيث ينبغي دراستها لكي إلى نتائج أكثر دقة عيوب التحليل الأفقي هناك بعض العيوب واحد المعيار المستخدم في التحليل قد يكون مضلل أحيانا حيث أنه في التحليل الأفقي نتبع سلوك رقم محاسبي معين من فترة الأخرى وقد يكون هناك انخفاض في تكلفة بند معين في السنة محل القياس عن الفترة السابقة وقد يعتبر هذا مؤشر جيد عند النظر إليه بصورة خاصة ولكن قد يكون هذا المؤشر غير ملائم كمعيار للحكم على مدى ربحية المنشأة. استخدام الأرقام المطلقة في المقارنة غير مناسب. ما أجيب الرقم مطلق بالجنيه كده مش إيه؟ مش مناسب، لأن استخدام الأرقام المطلقة في المقارنة بين المفردات يؤدي لنتائج غير مناسبة، ولا بد من أخذ متغيرات الأخرى في الاعتبار عند إجراء المقارنات. القيم السالبة تعني تحقق خسارة، وهذا قد يكون مضل، الفروق بين القيم المختلفة للبنود قد تكون سلبة في بعض الأحيان، وهذا يعني أنها تحقق خسارة، ولكن قد لا يتناسب مع ذلك مع الوقت استخدام النسب في التحليل الأفقي قد يؤدي إلى وجود أرقام بعيدة عن الواقع حيث أنه في هذا التحليل يتم الاعتماد على نسب التغير للبنوك كنسبة مئوية وينتج منها نسب متطرفة أحيانا وتبعد عن الواقع التحليل الرأسي أو نقول عليه التوزيع النسبي يستخدم التحليل الرأسي لايجاد ك... لايجاد العلاقه بشكل بشكل نسبه مئويه لايجاد العلاقه بشكل نسبه مئويه بين عناصر القوائم الماليه وبين مجموعه العناصر التي يدخل ضمنها فمثلا عند تحليل قائمه الدخل يمكن قياس العلاقه بين احد العناصر في قائمه الدخل وبين مجموع العناصر لوصاف المبيعات نعتبر هنا ان صافي المبيعات يعادل 100% ويتم ايجاد نسبه كل عنصر في هذا المجموع في هذا المجموع هننسب ليه ايه صافي المبيعات اللي اعتبرناها في 100% وعند تحليل قائمه المركز المالي يمكن قياس العلاقه بين احد الاصول وبين مجموع الاصول بايجاد النسبه بينهم وينطبق ذلك على عناصر الالتزامات برضه بين بند من بنود الالتزامات واجمالي الالتزامات وحقوق الملكيه وتنسب كل مفردة من الالتزامات وحقوق الملكية كنسبة من إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية ويمكن عند تحليل قائمة المركز المالي قياس العلاقة بين بند من بنود القائمة وإجمالي المجموعة الفرعية التي ينتمي إليها البند أو إجمالي المجموعة الرئيسية التي ينتمي إليها البند يعني أنا لو جيت للمخزون وقسمت المخزون إلى مخزون مواد خام ومخزون مواد مخزون نصف مصنع ومخزون منتج نهائي فأنا عندي هنا ثلاث أنواعه فبقول ان انا ممكن اخد اي بند من جنود المخزون دي وانسبه لاجمالي المخزون ممكن اخد اجمالي المخزون وانسبه الى اجمالي الاصول المتداوله ممكن اخد المخزون وانسبه الى اجمالي المخزون وانسبه الى اجمالي الاصول ويتميز التحليل الرأسي بضعف الدلالة لأنه يعتبر تحليل ساكن يعني التحليل الأفقي أنا بعتبره متحرك، لكن ده يعتبر تحليل ساكن، ولا يصبح هذا التحليل مفيدا إلا إذا تمت مقارنته مع نسب أخرى ذات نفس الدلالة للقوائم المالية لذات المنشأة، أو لقوائم مالية لمنشآت أخرى تعمل في ذات النشاط ومعدة وفقا لنفس الأسس والقواعد الإيه؟ المحاسبيه بتاعتنا ومترتبه نفس ايه كله بترتبين عشان التحليل زي بعض حتى تكون النتائج غير مضلله لذلك فان التحليل الراسي بمفرده لا يوفر مؤشرا جيدا على مدى قوه او ضعف الحاله تحت الدراسه. قائمه المركز المالي اللي معانا اللي كانت معانا فبنعمل لها تحليل ايه راسي برضو نفس الكلام ايه قائمه المركز المالي المقارنه في 31/12/2016 القيمه ب الجنيه جنيه 2015 2000 و16 وانا اخذنا هنا كل بند من البنود ونسبناه الى اجمالي هنا عندي ايه الى اجمالي الاصول اجمالي الاصول 100% فجيت خدت مثلا في 2015 نقديه 2000 الى نسبتها ل 31 1390 طلع 6% الاستثمارات قصيره الاجل 450 نسبتها ل 31390 طلعت 1 ايه في المية. مدينين 2040 نسبتها ل 31390 طلعت 7%، المخزون 5000 ونسبت 31390 طلع 16%، فبخدت هنا كل ايه؟ كل بند وايه؟ ونسبته لاجمالي الايه؟ لاجمالي الاصول. إيه نفس الشيء بالنسبه ل 2016 كان اجمال الاصول 35150، خدت كل بند من البنود بتاعتي ونسبته ليه. فطلع النقدية 14%، الاستثمارات القصير 3%، المدينين 7%، المخزون 11% إلى آخره. ونفس القصة برضو بالنسبة للالتزامات وحقوق الإيه؟ الملكية، يعني عندي هنا الدائنين برضو أنا نسبتها الإجمالي للالتزامات، طلعت عندي هنا الدائنين 2.2%، الأوراق الدفع 2.7%، المصروفات مستحقة 1.9%، قروض قصيرة الأجل

قائمة الدخل المقارنة اعتبرت صافي المبيعات ده 100% وبدأت إن أنا أنسب لصافي المبيعات فنسبت هنا عندي تكلفة المبيعات 6 في 2015 كانت كان صافي المبيعات 2500 طبعا اعتبرت ده ال 100% بتاعي وبدأت أنسب ليه تكلفة المبيعات 1400 طلعت 56% بالنسبة لمجمل الربح طلع 44% بالنسبة لصافي الدخل قبل الفوايد طلع 14% قبل الضرائب 8.8%، صافي الدخل بقى عموما طلع 6%، بالنسبة ل 2016 برضه هنا عندي صافي المبيعات 3000 وده 100% بدأت أنسب إليه، فتكلفة المبيعات كانت 55%، مجمل الربح 45%، صافي الدخل قبل الفوائد 16.6، صافي الدخل قبل الضرائب 11.7، صافي الدخل هنا إيه؟ 8%. ونلاحظ من التحليل السابق أنه يتم عمل وزن نسبي لكل عنصر من إجمالي مع إجمالي مجموعته في قائمة المركز المالي اللي هو طبعًا هنا إجمالي الأصول وإجمالي الالتزامات وحقوق الملكية أما بالنسبة لقائمة الدخل يتم عمل وزن نسبي مع صافي المبيعات لقياس الوزن النسبي لكافة بنود القائمة. إن شاء الله كده المحاضرة خلصت النهاردة. باذن الله احنا متواصلين على الجروب وفي حالات عمليه محلوله وغير محلوله لتعميق التحليل الافقي والتحليل الراسي واحنا متفاعلين مع بعض باذن الله الف شكر لاستماعكم شكرا